أبدأ من هذا السؤال: ما هو سبب انتقال السيدة زينب عليها السلام من المدينة إلى دمشق بعد واقعة كربلاء؟ هذا الموضوع من الموضوعات غير الواضحة، فهل أن العقيلة زينب الكبرى فعلا خرجت من المدينة إلى الشام، أم لم يكن هذا الأمر قد حدث بالنسبة لي أو حتى للآخرين؟ لا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يقطع بهذه المسألة التاريخية، وإنما سأعرض للمعلومات المتوفرة في كتب التاريخ. قد يكون هذا الأمر مترددا ويردد كثيرا، من أن العقيلة صلوات الله وسلامه عليها خرجت من المدينة إلى الشام ودفنت هناك كما هو القبر المعروف لدينا. ما ذكر في كتب التاريخ من أن هذه المنطقة التي فيها قبر العقيلة الآن كانت قرية من أملاك عبد الله بن جعفر الطيار، وتعرفون أن زوج العقيلة كان ابن عمها عبد الله بن جعفر الطيار، مذكور في الكتب هكذا من أن هذه المنطقة والتي تسمى بغوطة دمشق كان يملك فيها عبد الله بن جعفر الطيار يملك فيها قرية. مراد يملك قرية أي أنه يملك بساتين وأراضي زراعية ويعمل فيها فلاحون لصالحه في ضمن أملاكه. هذا الذي يقصد حينما يقال إن فلان يملك قرية من القرى، يعني يملك بساتين وأراضي زراعية، وقطعا هذه البساتين والأراضي الزراعية يعمل فيها فلاحون، هناك أناس يقومون بعمارتها بزراعتها ورعايتها. فمذكور في كتب التاريخ أن عبد الله بن جعفر الطيار كان يملك قرية هنا، وأنه في العام الذي رحل فيه إلى الشام كانت هناك مجاعة، مجاعة ضربت الحجاز، قحط ضرب الحجاز، فبسبب القحط والمجاعة خرج عبد الله بن جعفر الطيار بعائلته وزينب زوجته، فخرج إلى هذه المنطقة باعتبار هذه المنطقة من أملاكه، وكان الحال فيها ليس كالحال في الحجاز في المدينة، لم يكن هناك جدب، يعني لم تنقطع الأمطار، والمجاعة من أين تأتي في تلك الأزمنة؟ بسبب انقطاع الأمطار، بسبب الجفاف. فبسبب انقطاع الأمطار في الحجاز كانت هناك مجاعة، وذلك دفع عبد الله بن جعفر الطيار إلى الخروج إلى بلاد الشام بعائلته. وهناك لما وصلت العقيلة زينب إلى بلاد الشام كما يقولون وتذكرت آلامها وأحزانها ومرضت وتوفيت هناك ودفنت في هذا المكان الذي نعرفه اليوم.
إذا كان السائل أو السائلة يسأل عن هذا الموضوع فهذا الجواب. السبب الذي جعل العقيلة تخرج من المدينة إلى الشام بعد واقعة الطفوف هي هذه الحادثة التي ذكرت في كتب التاريخ، ولكن هناك أقوال أخرى. يعني الكلام ليس متوقفا على هذه الصورة أو على هذه الحادثة، فهناك من يروي ومن داخل البيت الهاشمي، هناك النسابة العبيدلي وعنده كتاب يسمى بأخبار الزينبات. هذا الكتاب في نظر المختصين يعتبر أوثق من المصادر التي ذكرت هذه الحادثة، وليس ذلك أمرا قطعيا، ولكن العبيدلي في أخبار الزينبات حين وصل حديثه إلى عقيلة بن هاشم ذكر من أن عقيلة بن هاشم ما خرجت إلى الشام وإنما خرجت إلى مصر، وأن الأجدق والي بن أمية والي يزيد كتب إلى يزيد بن معاوية بعد رجوع العائلة الحسينية إلى المدينة، والعقيلة أقامت مجالس العزاء وكان الناس يجتمعون في مجالس العقيلة صلوات الله عليها، فالأجدق كتب إلى يزيد بن معاوية إذا كان لك من حاجة بالمدينة فأخرج منها زينب بنت علي. يعني إذا كنت تريد أن تبقي المدينة مستقرة سياسيا أمنيا قل ما شئت فأخرج منها زينب بنت علي. فصدر الأمر من يزيد بن معاوية إلى واليه الأجدق عمرو بن سعيد الأجدق أن أخرج زينب، فأخرجت زينب وخيرت فاختارت مصر، فذهبت إلى مصر مع بنت أخيها سكينة أو سكينة، والقراءة المشهورة سكينة. فذهبت زينب العقيلة مع سكينة بنت الحسين إلى مصر، مكثت ما يقرب من سنة، في أقل من سنة، ومرضت مرضا شديدا وتوفيت هناك ودفنت في مصر. هذه الرواية الثانية. إذا قبلنا بهذه الرواية فقبر من في الشام؟ القبر الذي في الشام هو قبر زينب الصغرى على هذه الرواية. في سنة 1980 كان هناك تعمير في قبر العقيلة ورفعوا الشباك. أنا زرت المقام في تلك السنة وقرأت الكتابة الموجودة على الصخرة، ولكن ليس هذا دليلا. الكتابة على القبور ليس دليلا، مكتوب على الصخرة هذا قبر زينب الصغرى بنت علي بن أبي طالب على صخرة القبر الداخلية، ولكن لا ندري يعني هذه المعلومة صحيحة أو غير صحيحة، لا يوجد دليل على ذلك. استطرادا للمعلومات ذكرت هذه القضية، هذه القضية لا يمكن أن يحتج بها. الكتابة على القبور لا ندري من الذي كتبها، متى كتبت، في أي تاريخ، لا يوجد دليل على ذلك. وإن كان نفس القضية سيد محسن الأمين العاملي ذكر هذا الموضوع أيضا حين تحدث عن
قبر العقيلة في الشام، ذكر من أنه قرأ على صخرة القبر هذه الكتاب. ولكن سيد محسن الأمين العامل ليس بعيدا أيضا، هو في زمان قريب من زماننا، ما هو ببعيد. المعروف لدى الشيعة أن قبر العقيلة الكبرى في الشام، وهذه هي الرواية أو الخبر الذي أشرت إليه، من أن عبد الله بن جعفر الطيار جاء بعائلته في عام المجاعة الذي ضرب أرض الحجاز. المؤرخون يشككون في هذه القضية، يقولون لم يذكر في تاريخ تلك السنة أن مجاعة معروفة في أرض الحجاز، والكلام كله احتمالات. النتيجة ليس مهما أن العقيلة دفنت في مصر أو دفنت في الشام، علاقتنا ليست مع التراب ولا العلاقة مع البنايات، علاقتنا مع العقيلة، العقيلة صلوات الله وسلامه عليها، والبناء والحجر والتراب، هذه وسائل ومظاهر مادية من خلالها تكون الإشارة الرمزية إلى الحقيقة. علاقتنا مرتبطة بالعقيلة الكبرى التي هي العقيلة. هذا هو الذي ذكر في كتب التاريخ. توجد معلومات أخرى، ولكن تلك المعلومات ليست مهمة، من أنها دفنت في المدينة معلومات أخرى توجد لم أشر إليها ولم أقف عندها طويلا، لأنها ليست واضحة وليست بينة، وإنما المشهور هو هذا الذي أشرت إليه، ما يرتبط بقبر العقيلة في الشام أو ما يرتبط بقبر العقيلة في مصر.